بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي إن شاء الله النهاردة لسن 3-4 أو الدرس الثالث والرابع من كتاب المعاصر، بالنسبة لجزء الفوكاب، ولكن دايما كلنا البداية مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة للفوكاب عندنا acting، acting يعني التمثيل، جاء من الفعل act يمثل، acting التمثيل. acting aid، aid يعني مساعدة أو يساعد، بتساوي help. aid يعني مساعدة أو يساعد ك verb و noun، مساعدة أو يساعد. attached، attached يعني مرفق، attached. attend، attend يعني يحضر، attend. audience، audience يعني الجمهور أو المستمعون. audience. award، award يعني جائزة أو يمنح جائزة. award. category، category، category يعني تصنيف، category. ceremony، ceremony يعني حفل، ceremony. certificate، certificate يعني شهادة، certificate. compare، compare يعني يقارن، compare. competition، competition يعني مسابقة، competition مسابقة. level، level يعني مستوى، level. lift، lift يعني يرفع، lift. list، list يعني قائمة، list. organize، organize يعني ينظم، organize. party، party يعني حفل أو حزب أو فوج، party. pause، pause يعني يتوقف أو وقفة، pause. perform، perform الverb يعني يؤدي، جاء منها النون performance الأداء، perform يؤدي، performance أداء. picnic، بيكنيك يعني طعام النزهة أو نزهة، بيكنيك اللي هي نزهة خلوية، طعام النزهة نفسه بيكنيك أو نزهة خلوية بيكنيك. بيكنيك أو بيكنيكد يتنزه كفيرب، يبقى الفعل منها بيكنيك. وطبعا لما نجيب الماضي بنضيف حرف الكي وبعدين اي جي، اسمها بيكنيكد، بيكنيكد يعني يتنزه. presentation، presentation يعني عرض تقديمي، give a presentation يعني يعطي عرض أو يقدم عرض تقديمي. complicated، complicated يعني معقد، بتساوي complex، complex يعني معقد أو مركب. complicated. creativity، creativity يعني الإبداع، creativity. degree، degree يعني شهادة جامعية، degree. diagram، diagram يعني رسم بياني، diagram. elegant، elegant يعني أنيق أو كيس، elegant. elegant يعني أنيق أو كيس. enjoyable، enjoyable يعني ممتع، enjoyable. feedback، feedback يعني التغذية الرجعة، feedback. graduate، graduate يعني يتخرج أو خريج، graduate. أما أقول he graduated from يعني تخرج من، لكن he is a graduate of، يبقى لو هي verb، لو هي verb هنقول graduate from، لو هي verb هنقول graduate from يعني تخرج أو graduate from. graduate from يبقى هنا كverb معناه تخرج من، ولكن خريج a graduate، a graduate of يعني خريج جامعة كذا، يبقى he graduated from Cairo University، تخرج من جامعة القاهرة. this is a verb. أما لو هي noun خريج، he is a graduate of Cairo University. graduation اللي هي التخرج، graduation. head teacher، head teacher اللي هو مدير المدرسة، head teacher. include، include يتضمن أو يشتمل، include. indicate، indicate يعني يوضح أو يشير، indicate يوضح أو يشير. invitation، invitation يعني دعوة، invitation يعني دعوة. profit، profit يعني ربح أو يربح كفعل واسم، profit النون منها ربح والفيرب يربح. RSVP form، RSVP form يعني استمارة الرد، RSVP form، RSVP form استمارة الرد. rhetorical، rhetorical يعني بلاغي، rhetorical ال H هنا silent، rhetorical. right، right يعني حق، right يعني حق.
short notice. short notice يعني رسالة موجزة. short notice. significantly. significantly يعني بشكل ملحوظ. significantly. this is an adverb يعني ظرف لأن فيه الواي. swan. swan يعني بقع. swan. talk يعني حديث. عارفين الفعل منها talk يتحدث أو يتكلم. talk. وطبعا النون منها حديث أو خطبة. talk. تكنيك. تكنيك يعني تقنية أو أسلوب. تكنيك. trust يعني الثقة. trust أو يثق. trust. visual يعني بصري أو مرئي. visual. winner. winner يعني فائز. winner يعني فائز. طبعا عندنا أسئلة الخاصة بالفوكاب. number one. the refugees need urgent space. طبعا refugees اللي هم اللاجئين need urgent. audience جمهور. diagram رسم بياني. feedback يعني تغذية. ولا aid مساعدة. طبعا لاجئين يبقى محتاجين ايه aid يعني مساعدة. feedback اللي هي التغذية الرجعة لكن aid مساعدة. parents of students are invited to the graduation. طبعا اولياء امور الطلبة دعوا لحفل ايه التخرج. طبعا creativity ابداع. certificate شهادة. ceremony طبعا هنا حفل. ceremony يعني احتفالية التخرج. ceremony معناها احتفالية. most of my friends space my brother's wedding. طبعا معظم اصدقائي حضروا حفل زفاف اخي. attended يعني يحضر. attend يحضر. flashcards videos and diagrams are all space aids teachers now use. طبعا are visual aids. visual يعني مساعدات او وسائل بصريه بتساعد المعلم اللي هو الفلاشكاردز والفيديوهات والدايجرام. after space young men join the army for military service. بعد ايه الشباب طبعا بيلتحق بالخدمة العسكرية. طبعا after graduation يعني بعد التخرج. graduation النون هنا اللي هو التخرج. space joins the army for military service. طبعا مين اللي هو التحق. طبعا the graduate or a graduate اللي هو الخريج. الخريج التحق بالخدمة العسكرية. I got my university space in 1998. I got my university degree يعني حصلت على الدرجة العالمية الجامعية في 98. it wasn't this is for me also يعني this is for me. I got it in 1998 for me. It wasn't easy for me to give a presentation to space I didn't know for the first time. It wasn't easy for me يعني مش سهل ليا to give a presentation إن أنا أقدم عرض تقديمي to space I didn't know for the first time to the audience للجمهور. طبعا يعني مش سهل إن أنا أقدم العرض بتاعي للجمهور في أول مرة ليا. يبقى audience اللي هم الجمهور. I look forward to getting my general secondary education this year. طبعا هحصل على الشهادة الثانوية العامة. بتطلع للحصول عليها هذا العام اللي هي ايه certificate. certificate يعني شهادة. يبقى secondary certificate. during your presentation you may need to space. وانت بتقدم العرض بتكون محتاج لايه for a few seconds لبضع ثواني. after saying something بعد ما بتقول شيء that you want the audience to remember عايز الجمهور يتذكر. attend يحضر. indicate يوضح. organize ينظم. ولا pause طبعا هنا pause يعني وقفة كده لمدة ثواني معدودة عشان تخلي الجمهور ايه يفكر. Mr. Baligh was dressed in a space black suit. طبعا was dressed يعني كان مرتديا. was pleased rhetorical بلاغي ولا visual مرئي ولا elegant. طبعا هنا elegant black suit يعني بدلة سوداء أنيقة. أنيقة هنا أو أنيق اللي هي أو كيس يعني elegant. giving a space to a foreign audience needs good preparation. giving عشان نعطي ايه للaudience محتاج preparation يعني محتاج اعداد. طبعا هنا giving picnic ولا talk ولا graduate. طبعا giving a talk يعني اعطاء خطبة او حديث. she made much space from selling cloth يعني كونت ايه ربح كتير من وراء بيعها للملابس. يبقى she made much تكنيك ولا profit. طبعا هنا profit اللي هو بربح. sometimes it's difficult to provide space without making someone
أنجري. طبعا أحيانا صعب إن أنت تعطي تغذية رجعة بدون ما تغضب حد. طبعا هنا فيدباك، يعطي فيدباك يعني تغذية رجعة. space is what makes you different، يعني حاجة كده بتخليك different يعني مختلف عن الآخرين. طبعا هنا creativity اللي هو الإبداع، لما تكون مبدع في شيء بتكون مختلف عن الآخرين. your bad marks يعني درجاتك السيئة in physics في الفيزياء that you need to work hard to be better at it. طبعا your bad marks in physics attendance ولا indicates بتوضح. طبعا هنا indicates بتوضح أو بتشير إن أنت محتاج تعمل بجد. using space language in a presentation makes it difficult for your audience to get إن هم يكونوا to get your points easily. طبعا using space rhetorical بلاغي visual مرئي illusion tonic ولا complicated. طبعا بيقول لك language شغلة إيه في البرزنتيشن العرض makes it difficult بيجعله صعب. difficult يبقى complicated يعني معقد. I have got on a space with my close friends. I have got on a picnic. Got on a picnic يعني رحت في نزهة مع أصدقائي. It's a bit space but can you come tomorrow? It's a bit technique يعني تقنية. profit يعني ربح. short notice يعني ملحوظة قصيرة. degree درجة. but you can come tomorrow. طبعا هنا it's a bit short notice يعني خلي بالك كده ممكن تيجي غدا. short notice. A space is one of the visuals a presenter can employ. طبعا حاجة البريزنتر ممكن يعرضها أو يقوم بيها. طبعا اللي هو الدايجرام اللي هو الرسم البياني. people are different. people are different. this makes it difficult to put them into creativity يعني اللي هو الإبداع. ولا certificate يعني شهادة. ولا ceremonies احتفالية. ولا categories طبعا نضعهم في categories يعني تصنيف. sociable and students. sociable students are better at space picnics. طبعا sociable students الطلاب الاجتماعيين are better يعني أفضل at organizing يعني هم طبعا اجتماعيين بينظموا النزهة. in a presentation في العرض التقديمي a space question is a question you don't expect to get answer to. طبعا في العرض التقديمي a space question a rhetorical question اللي هو السؤال البلاغي. إذا question بيكون سؤال صعب إن أنت expect to get answer إن أنت تأجب عليه. طبعا rhetorical يعني بيبقى سؤال بلاغي. my mother made the picnic and put in big bag ومامتي جهزت طعام الرحلة and put it in a big bag ووضعته في حقيبة كبيرة. the word picnic here can be replaced by. ممكن كلمة picnic نستبدلها ب trip رحلة ولا outdoor meal. طبعا هنا outdoor meal يعني وجبة أو غذاء أو غداء أو وجبة خارج المنزل. asking rhetorical questions is a space used in giving presentation. طبعا تكنيك يعني تقنية. طبعا rhetorical question الأسئلة البلاغية بتبقى تقنية لتقديم عرض معين. بالنسبة للجزء الخاص بـ vocabulary study يعني خاص بالمتلازمة بالفوكاب لدرس الثالث والرابع. verbal calculations يعني متلازمات لفظية يعني expressions كده بيجي مع بعض. عندنا do some research عارفين ان research بيجي معاه do. do research يعني يقوم بإجراء بحث. make بيجي معاه notes make notes. organize a picnic يعني نظم رحلة. tell a story يعني يحكي قصة tell a story. بالنسبة للأسئلة عليها I don't believe the stories he speaks us about his generosity. I know he is a miser. أنا ما بصدقش القصة اللي بحكيها عن كرمه لأن هو بخيل. طبعا هنا stories القصص اللي هو does makes organize tells. طبعا tell a story يعني بيحكيها قصص بيسردها أو بيحكيها. we are discussing the findings of the research my team have. طبعا research have a done research do a research. Amir is good at space picnic. طبعا هنا أمير شاطر في تنظيم النزهة يبقى organizing. I need to look at the notes. أنا محتاج أنظر في النوتس. I made the meeting. طبعا make a note يعني إيه يدون ملاحظة.
بالنسبة لأهم الإكسبريشنز عندنا والأيديومز يعني التعبيرات والمصطلحات اللي في الدرس الثالث والرابع، ناخد بالنا at a young age. طبعا at age العمر بيجي مع at، at a young age يعني في سن صغير، فترات اليوم at night at midnight at midday. طبعا دي midday يعني منتصف النهار، في عندنا midnight برضو يعني at midnight يعني منتصف الليل. attached بيجي مع حرف الجر to، attached to يعني مرفق بي. children's rights to an education حقوق الأطفال في التعلم، children's rights يعني حقوق الأطفال، to an education للتعلم. creativity a word، ناخد بالنا ان كلمة education هنا بالرغم ان هي uncountable noun لكن جبنا معاه an. creativity a word يعني جائزة الإبداع، a word جائزة، creativity إبداع. get a degree in، get a degree in يعني يحصل على شهادة جامعية في، get a degree in يبقى كلمة degree in science physics and so on يعني بيحصل على درجة علمية في العلوم في الليترشر الأدب and so on. make it clear يجعله واضح اسمها make it clear، استمارة الرد اسمها RSVP RSVP form. related to مرتبط ب أو متعلق باسمها related to. rhetorical question rhetorical question يعني الاستفهام البلاغي أو سؤال لمجرد التأثير الخطاب، طبعا rhetorical question. short notes إشعار عاجل، short notes short notes. sporting achievements sporting achievements يعني إنجازات رياضية، sporting club نادي رياضي، sporting club. sports people الرياضيون، sports people. united nations united nations الأمم المتحدة. visual aids visual aids يعني الوسائل البصرية المساعدة، visual aids. بالنسبة لتعبيرات مترادفة أيضا، make notes on make notes يعني يدون ملاحظات، means write down notes about write down يعني يدون، يبقى make notes بيساوي write down، make notes on بتساوي write down about. be proud of معناها يعني فخور، I am proud of بتساوي take pride in، take pride in يعني ايه فخور بي، take pride in. the first ever the first two the first ever يعني اول مرة على الاطلاق، the first ever او the first time to، وطبعا هيجي مع مصدر الفعل. the year to come العام القادم، the year to come أو next year يعني العام القادم next year. young people اللي هم youth young people اللي هم youth الشباب. compare with يعني يقارن، يبقى compare بيجي مع حرف الجر with. dream of أو dream about يعني يحلم بشيء، dream of أو dream about. give out يعني يوزع بتسوي hand out، give out يعني يوزع بتسوي عندنا hand out برضو معناها يوزع hand out. hand out أو give out يعني يوزع. walk in يعني يدخل، walk in walk into يعني يدخل إلى، walk in يدخل walk into يدخل إلى. بالنسبة للأسئلة number one I am proud أنا فخور of being Egyptians. this means I take pride in take pride in يعني فخور بي أيضا نفس المعنى. it isn't always right to compare a child with other children in public طبعا compare with يعني يقارن بي. we agreed to meet at midday قلنا منتصف الليل سواء midday midnight أو at night نفسها بيجي معها حرف الجر at. each child has the right to يعني لدي الحق to good education ولا for good education طبعا each child يعني كل طفل has the right طبعا هنا to good education للحصول على تعليم good education. Mr. Muhammad has space it clear طبعا has made it clear made clear يعني يجعله واضح. صلاح is the first Egyptian footballer to win the golden boot يعني أول لاعب مصري يفوز بالحذاء الذهبي in the Premier League في المنظمة البريمير السابقة. this means صلاح was the first player يعني كان أول ever to win يعني كان الأول إن هو يفوز. is the first footballer ever to win is the first Egyptian ever to win طبعا ده أول لاعب مصري مش أول لاعب فقط لا ده أول لاعب مصري.
These are the prizes we are giving to octobers. دي الجوائز اللي هنوزعها على المتفوقين. اسمها ايه؟ give out. قلنا يوزع to give out وقلنا بتساوي hand out. Teenagers still need some guidance. Teenagers المراهقين ما زالوا محتاجين guidance الرعاية أو الإرشاد. The word teenagers can be replaced by ممكن نستبدلها ب young men الشباب ولا young boy ولا young ولا young people. طبعا هنا teenagers اللي هم الصغار ممكن نقصدهم boys or girls أو men or women. معنى كده إنه نقول young people يعني تعم بالجميع teenagers المراهقين. The applicant's personal photos يعني صور الشخصية للمتقدم are attached. Attached قلنا بيجمع حرف جر ايه attached to يعني مرفقة بي. She unlocked the door and walked. She unlocked the door يعني أغلقت الباب and ايه and walked in يعني دخلت. I'm going to join university. I am going أنا سوف ألتحق بالجامعة. In the year to come ولا طبعا هنا في العام القادم أو في العام التالي. طبعا هنا in the year to come. In the year to come يعني في العام القادم. بالنسبة لي clear the confusion يعني التوضيح. عندنا RSVP طبعا هنا ده اختصار. الاختصار RSVP هو اختصار لعبارة فرنسية معناه إذا سمحت، ويستخدم في الرسائل الخاصة بالدعوة. هنا ريبوندي اللي هو الR، سيلفو بلي SVBLAY سيلفو بلي يعني بليز ريبلاي يعني لو سمحت رد. يبقى عندنا RSVP ريبوندي سيلفو بلي طبعا هنا بليز ريبلاي. يبقى ال RSVP بتساوي ايه بليز ريبلاي عندنا بالانجلش equals بليز ريبلاي. بليز ريبلاي يبقى هي اختصار لريبوندي سيلفو بلي. عندنا walk in قلنا يدخل لكن walk into يدخل الى. وطبعا دي ال walk in ما يجيش وراء مفعول لكن walk into عايزه مفعول يعني المكان اللي هو يدخل اليه. Into. She opened the door and walked in. يبقى دخلت لكن she opened the door and walked into her room. يبقى هنا دخلت حجرتها. يبقى تدخل إلى walk into ومحتاجة مفعول وراها. ولابد يكون وراها مفعول عشان توضح إلى أي مكان لكن walk in يعني يدخل فقط. To come next the following. To come معناها القادم أو التالي. To come بتساوي next بتساوي the following. The year to come. The year to come معناها next year معناها the following year. يبقى the year to come. The year to come means the next year أو the following year. The days to come الأيام التالية. The next days. The following days. The next days and the following days. Be proud of. Be proud of قلنا بتساوي take pride in. Be proud of بجوار الverb في ing أو noun وto الinfinitive بتساوي take pride in. Be proud of something or someone. Her parents are very proud of her فخورين بيها. Be proud to do something بجوار الفعل. I'm proud to receive this award يعني نفور باستلامي هذه الجائزة. Take or have pride in بتساوي take or have pride in. She takes her respectable family أو she has pride in her respectable family بالعائلة اللي هي المحترمة. بالنسبة لي عندنا الأسئلة. Choose next week means the following وال next ولا the following the week following the week next ولا the following ولا the next ولا to come. طبعا the week to come. The week to come يعني الايه القادم. يبقى هنا كلمة to come بتساوي كلمة next. I opened the gate انا فتحت البوابة and carefully walked in يعني دخلت. طبعا in فقط ما نقولش into لان انتو محتاجة مين محتاجة وراها مفعول. I opened the gate and carefully walked into the garden. هنا into the garden. هنا I walked into the garden يعني أنا دخلت الجاردن اللي هي الحديقة. I am proud of my success. I am proud of لأن جاي وراها اسم. I am proud of لكن لو قلنا to عايزة وراها فعل في المصدر. I am proud to be a success to. I am proud to be to لأن جاي وراها الفعل في المصدر be. I take pride in my success. I take pride in my success. بتساوي أنا فخور بنجاحي. طبعا take pride in. لكن pride of or
or of or to. ومن هنا وصلنا للجزء الخاص بالفوكاب lesson 3-4، وانتظر إن شاء الله الجرامر على lesson 3-4، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.